لم تتوقف هذه الأرض عن إنتاج القمح منذ 4000 عام. هذا ما وثقته جدران المعابد ونقوش المقابر بمحافظة الفيوم، إحدى أهم مراكز زراعة القمح في مصر القديمة، التي شكل القمح إحدى ركائز قوتها الاقتصادية. وجدنا طبعا بعد الحفائر العلمية والتنقيب اللي تم في منطقة الفيوم على سبيل المثال، وجدنا صوامع اللي هي زي الشوان يعني لتخزين 165 صوامع لتخزين محصول القمح. وارتبط مصر القديم بالمحصول دوت، ولما حب يضيف عليه أضاف نوع تاني أو سلالة أخرى من القمح اللي بيسميها الحنطة. حافظ المصريون على ارتباطهم بالقمح في العصر الحديث، وواصلوا استنباط سلالات جديدة وفيرة الإنتاج، من بينها سلالة إيجاسيد التي تشجع الحكومة الفلاحين على زراعتها. غير أن تزايد الاحتياجات الغذائية المرتبط بالنمو السكاني كان أسرع في التهام هذا المحصول الاستراتيجي الذي تنتج منه البلاد نحو 9 ملايين طن، تشكل نصف احتياجات مصر من القمح سنوياً. كل سنبلة من سنابل القمح هذه تختزن داخلها خبرات متراكمة في زراعة القمح اكتسبها الفلاحون على مدى آلاف السنين، كما تختصر 6 أشهر من العمل الموسمي الشاق لملايين الفلاحين داخل حقولهم في ربوع البلاد في مهمة تأمين ما أمكن من غذاء المصريين الأساسي. لكن الحكومة تخطط لشراء 4 ملايين طن فقط من المزارعين بتكلفة تقدر بـ1 مليار دولار، وذلك بحسب السعة التخزينية للصوامع المنتشرة في أنحاء البلاد. قبل عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح أو للصوامع كانت تصل إلى حوالي 1.2 مليون طن، فاحنا بنتكلم النهاردة على 3.6 مليون طن بعد استكمال المشروع القومي للصوامع، وبنتكلم على كمان المشروع القومي الآخر للصوامع الحقلية. بس الوزارة مجهزة صوامع وهناجر وبناكر وشوان مطورة علشان إنها تقدر تستقبل حوالي 5 مليون طن. غير أن معضلة الأمن الغذائي تتطلب استيراد نحو 9 ملايين طن إضافية من القمح لسد الفجوة الاستهلاكية في البلد المصنف كواحد من بين أكثر الدول استهلاكا للخبز. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، محافظة الفيوم.